حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف الـ DJI Spark. هذا أول درون أشتريه أنا وأول درون أستعمله في حياتي، أو راح أستعمله لأني للحين ما بطلته وللحين ما استعملته. فالفيديو هذا فقط راح يكون أنبوكسنج حق الدرون، وراح يكون في فيديو ثاني حق الفيديوهات من هذا الدرون من DJI. خلاص احنا يعني في 2017 ما في احد ما جرب الدرون الا خالد. خالد لحين ما جرب الدرون. تشوت 1080p وليس 4K نفس DJI مافيك. خليت انا اللون الابيض مثل ما تشوفون على البوكس هنا. طبعا انا شاري اللي هو الفلاي مور كومبو، ففي يكون اكسسوارات زياده، جنطه، عندنا علبه سوداء. بما اني شاري الفلاي مور كومبو فيها شغلتين داخل الظهر، هذه حق الاكسسوارات، وهني موجوده الدرون في العلبه السوداء هذه على ما اعتقد. ايوه تطلع معانا الدرون. بس ما قلت لكم هذه اول درون انا اشتريها، فحدي متشوق اني ابطلها واجربها. طبعا اني اشوف ان عندي الدرون اوريدي جاهزه، ماكو شيء يتبطل منها، يعني ما في شيء يتبطل وتسكر، لكن بس هذه هي الدرون تي قطعه واحده حد نار، حجمها صغير ترى جدا اذا بقارنها في الايفون 7 بلس. الايفون 7 بلس اكبر من ناحيه البودي، في عندك قدام هي الكاميرا فيها ستيبلايزيشن ثابته في الهواء، وعندك سنسرات وحركات هني. طبعا من الاسفل اشوف ان في بطاريه اللي تبدلها، كل بطاريه تطول اعتقد ربع ساعه. في سنسرات من تحت اخرى. تشتري الدي جي اي سبارك مع الاكسسوري باك، في ريموت كنترول، واشوف هذا شيء مهم جدا، لان عاده لازم تستخدم الايفون حق التحكم، دعم الطوفه ولا شيء، تكون عندك حمايه. فراح اركبها الحين واشوف شكلها مع الحمايه، والحمايه ما تجي الا مع الاكسسوري باك كذي. هذه اول دعاميه ركبتها من فوق، شوفوا علشان اي شيء يكون قدام الدرون ما يعور أجنحة الدرون، يصير مثل حماية حقها. والسؤال يقول لك إن خالد هل تقدر تستخدم الدرون من دون الدعاميات؟ تقدر، لكن أنا كمستخدم أول مرة أستخدم درون شريت له الدعاميات مع الجهاز، أشوف إنه شيء مهم. طبعا حجمه الحين صار أكبر مع الدعاميات. شحن الدرون تقدر تحط فيه 3 بطاريات بنفس الوقت. أما من ناحية الكنترولر أشوف جودتها جدا عالية، أقدر أستخدم تليفوني كشاشة للدرون. وهذه هي الدي جي اي سبارك 1080p، خفيفة جدا، تسافر فيها اي مكان تبي. خليني اشوف شنو جودة الفيديوهات هذه، اصور هني بالكويت مع انه حر وصيف، لكن شو اسوي، لازم اصور فيه واجربه واسوي لكم فيديو ثاني عن الدي جي اي سبارك. اذا عجبتكم هذه الحلقة سووا لايك، اذا ما عجبتكم سووا ديسلايك. اذا تبي تشوفون الفيديوهات الجاية حق الدي جي اي سبارك سووا سبسكرايب عشان ما تطوفكم الفيديوهات من هالدرون هذا والفيديوهات الجاية من قناتي. حياكم بالزبده.